الكابالا لما بتتكلم او بتدي لك ارشادات، والطرق الصوفيه الثانيه لما بتدي لك ارشادات، بيبقى الهدف من وراء هذه الارشادات ان هي تدينا فرصه لايقاظ الطاقه الحيويه بداخلنا، اللي بيسموها في الهند طاقة الكونداليني، وبيسموها في الصين طاقة الشن، وبيسموها في مصر القديمة طاقة سخم، الطاقة الحيوية. أنت لما تمشي على هذه الإرشادات النفسية والروحية هتكون إنسان سعيد، إنسان مبتهج، إنسان مقبل على الحياة، فأنت بالتالي عندك طاقة وحيوية وإقبال على هذه الحياة علشان تعيشها بشكل كويس، عكس إن أنت تعيش في كثير من المعاناة، كثير من التعب والشقة، فبالتالي المعاناة والشقة ده هيخليك إنسان ما انتش عندك رغبة في الحياة، بتعمل أو بتشتغل أقل بكتير جدا، يدوب على اللي يعيشك في هذه الحياة، بتبقى مستني أكتر طريقة الخروج من هذه الحياة، اللي هو أنا عايز بقى إيه، يعني أشتغل على قد ما أعيش لحد ما أموت. فدي الإيه الفكرة. فهنا الكابالا وغيرها من الطرق الغنوصية بتخليك إنسان أكثر إقبالا على الحياة، وإنسان أكثر شغفا، وإنسان أكثر فرحة وإقبال على الحياة وطاقة الحيوية كبيرة جدا. وده من خلال المبادئ اللي دايما بيدوها، زي الوصايا العشرة لسيدنا موسى، زي قوانين الماعز في مصر القديمة. فكل الحاجات دي او الـ زي مثلا موعظة الجبل بتاعة السيد المسيح، زي خطبة الجمعة اللي هي بتاع حجة الوداع بتاعة سيدنا محمد، كل الحاجات دي تعاليم جميلة جدا بتنقي الروح وبتهذب النفس البشرية لتتقي بها، وتجعل الإنسان عايش عنده طاقة حيوية وإقبال على الحياة بشكل جميل. زي بقى الكف عن القتل، ان الانسان ما يكذبش، ان الانسان ما يسكرش، ان الانسان ما يهدرش الطاقه بتاعته، ان الانسان ما يسرقش، ان الانسان ما يزنيش، ان هو ما يعملش حاجات كتير جدا. كل السلوكيات دي بتخلي الارن بتاعنا اللي هو الجسد ملوث، بتخلي التابوت بتاعك اللي هو الجسد والنفس بتاعتك يغوص في مستنقع راكد مظلم، فبالتالي مفيش نور جوه هذا القرن، مفيش نور بيطلع من جواك، انت اصبحت ضلمه. امتى النور ده يطلع؟ وامتى الجسد والروح البشريه تتوهج ونفسك تعبر عن نفسها؟ لما تتخلص من كل هذه الطاقات السلبيه والسلوكيات الايه السلبيه، ساعتها هتبدا تنور الروح الالهيه بداخلك، وهتكون انسان مليان بالطاقه الحيويه والاقبال على الحياه.